السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الفيري بقاله تقريبا سنة نزل على الريفت، فهنبدأ نشرحه بالتفصيل. ولو حد عايز يحمله هلاقي الرابط أسفل الفيديو. أول ما يفتح الرابط هيلاقي إن هو يقدر يحمله لمدة 30 يوم. مفيش كراك للموضوع، حتى الآن أنا مشوفتش كراك للموضوع. طب مستوى الشغل عامل إيه؟ أقل بكتير من الفيري بتاع الماكس، تمام. اول ما بتحمله بتسطب عادي، يعني بتختار مكان اللي تسطب فيه وتقول له نيكست نيكست نيكست، وبعد كده تعمل ريستارت للريفت فهيظهر لك القائم بالشكل دوت اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الدروس اللي جايه باذن الله. هي الفكره ان هو بيتعامل بواقعيه اكتر مع الاشياء، وبيديك سما طبيعيه وبيديك خامات طبيعيه، فبيديك شكل مقنع تماما ان كأنك انت مصور بكاميرا، مش عامل حاجة على البرنامج. يعني انت لما تبص كده في الريندر بتاع اللي جاي مع ريفت العادي اللي يقدر يوصله من خلال الابري دوت، والابري ده كان في واحد بيحضر ماستر عن انعكاسات الضوء والحاجات ديت، فكان عايز شكل غير منتظم، فزوجته كانت داخلة بالابري بتاع الشاي عشان يشرب عشان يعرف يذاكر الدكتوراه وكده، فعجبه الشكل دوت وعمل الدراسة عليه. فناس كتير بدأت تتيمم بيه وتحطه كرمز للرندر في البرامج بتاعتها. فالرندر حتى هتلاقي الاختيارات قليلة في الريفت، الفيري بتاع الريفت الاختيار بتاعته اكتر شوية، بس ما تصل ابدا الا الاختيارات الموجودة في الفيري بتاع الماكس.